يلا حسن يلا حسن جرت عصر هذا اليوم مباراة بين ناديين، نادي حل ضيف علينا نادي زمار ونادي بازوايا. هاي البطولة التهيلي إلى المرحلة الثانية للمرحلة الأولى. الحمد لله قدر نادي الأمواج أن يتأهل ويصدر المجموعة مع سهل نينوى. سهل نينوى مصدر، احنا ثاني. للعلم هاي المجموعة مذبحة ما شاء الله، ما يقارب 5 إلى 6 يتنافسون على مركز الثالث. نتمنى لجميع الأندية ومحافظتنا نينوى، نتمنى الموفقية والنجاح. من خلال قناتكم الموقرة نناشد جميع المسؤولين، جميع العاملين بالبرلمان، جميع السيد المحافظ، علما أن المحافظة مهملة ليس لديها أي خدمات أي شيء. للعلم زارنا وافتتح ملعب نادي الأمواج السيد المحافظ، ما وفوا بوعدهم من قبل مدير بلدية الموصل. للعلم انه ناشد السيد المحافظ قال انه الملعب ملعب الوحيد للصرح الحضاري اللي موجود بمحافظتنا، لازم يتبلط مسافة 210 امتار. انا اتأسف على بعض المسؤولين السعيجون، جانا نادي الشيخان قبل مدة، ما اعرف من يجي جي تقول احنا رجعونا على الثمانينات. للعلم احنا حاليا عام 2021 وراح ندخل عام 2022، ولي حد الآن نفس المآيس. نتمنى من الجميع من المسؤولين اللي صعدوا براسنا البرلمانيين أن ينظرون نظرة عطف إلى محافظتهم العزيزة محافظة نينوى. مباراة اليوم بين نادي بازواي الرياضي وكذلك نادي شورى الرياضي هي جولة مقابل أخيرة. المباراة تعتبر جدا مهمة بالنسبة لنادي بازواي لتعزيز مكانته في دوري الدرجة الثانية والحفاظ على مكانته ومستوى الذي هو وصل إليه، وإحنا بانتظار الجولة الأخيرة من دوري الدرجة الثانية لنحافظ أو ربما نحسم أو على أقل تقدير الحصول على المركز الثالث في مجموعة الثانية ضمن دوري الدرجة الثانية إن شاء الله. اليوم كانت مباراة نادي زمار مع نادي بازواية ضمن الدوري التأهيلي المؤهل إلى الدوري العراقي، وكانت النتيجة في مباراة الشوط الأول انتهت 4-0. خانتنا بعض اللياقة من خلال عدم التزام بعض اللاعبين بالتمارين، وحكم المباراة قسى علينا بضربة جزاء كانت غير صحيحة وطرد أحد اللاعبين، كانت مؤثرة علينا في الشوط الأول. المباراة جرت بين نادي بازواي ونادي زمار، الحمد لله والشكر فايزين 5-0. باقي لنا جولة الأخيرة، هاي جولة ما قبل الأخيرة مع نادي زمار، جولة الأخيرة مع نادي الشيخان إن شاء الله نحافظ على مكانتنا ان شاء الله بهاي الدوري، نحافظ على مكانتنا في دوري ان شاء الله ترتيب الدوري درجه ثانيه ان شاء الله، ونامل ان شاء الله صعود الدرجه الاولى ان شاء الله.